السلام عليكم، هذه حالة فتق زي ما نشوفه قدامنا في الصرة. طبعا نشوفه يعني كبيرة جدا. المريض كان المفروض يدير عملية في شهر 9 الماضي، ولكن هو قرر أنه يأجلها إلى فترة عطلة أعياد الميلاد، وللأسف أن فاتت 2 شهر تو بعد عطلة أعياد الميلاد، وإلى حد الآن ما اتصلوش به. فهو فقط ما كانش بيديرها في فترة الخريف الموعد اللي حددوه له في شهر 9. اللي يهمنا في لما يكون في فتق بالشكل هذا، اللي يهمنا ان ما فيش علامات اللي هي يقولها انكارسريشن، اللي هي ان هي الهرنيا او الفتق يعني مستق او عالق في الخارج التجويف البطن، لان هي الهرنيا هي في الاصل مليانه بالامعاء الدقيقه في العاده. فاللي تخاف منه ان لما يصير في فتق ان يصير لها التواء والامعاء يصير لها زي الاختناق، وهذه طبعا حاله طارئه، لان لو استمرت الجزء من الامعاء هذا حيصير له انسداد وحيتعفن وحيتخمر، وممكن يصير له انفجار والسموم تنتشر في جسم المريض. فالحاله هذه تكون حاله طارئه، ولازم ان العمليه تندار مباشره. فكل ما يجي المريض لازم تاكدوا ان ما فيش علامات انسداد او اختناق اللي هي يقولها انكارسريشن، فلازم تاكدوا ان هي ترجع بالكامل. فلو ضغطت عليها انا بيدي نشوف ان هي ترجع بالكامل، حتاخذ وقت طبعا لان هي كبيره، ولكن في النهايه لازم ان هي تكون ترجع بالكامل في تجويف البطن. كل الهرنيا او الفتق اللي هي طبعا لما نلمسها نقفها مجرد الامعاء المريض، فلما نضغط عليها لازم ان هي ترجع بالكامل. طبعا بعدين واحدة من الحاجات لما نحصل أو نكتب تقرير على حالة المريض، لازم نشوف الفتحة بتاع الفتق قديش حجمها، وهل يعني في صعوبة في إرجاع الأمعاء للداخل ولا لا. فلما نشوفه يعني ترجع هي بالكامل، في صعوبة شوية. طبعا المريض أيضا عنده زيادة في الوزن، فهذه هي اللي مخلية اللي هي صعب إن هي ترجع بالكامل نتيجة زيادة الضغط داخل تجويف البطن نتيجة السمنة، ولكن تقريبا تو يعني رجعت بالكامل. تو لو نحول يدي حتشوف كيف هي ترجع لحجمها الطبيعي. تو رجعت بالكامل، ولما نرجع شوف تو ترجع هي لحجمها الطبيعي، وهذا الأمعاء نشوفها كيف تتحرك داخل كيس الفتق. فطبعا هي طالعة من الصرة طبعا، فحجمها كبير جدا. المريض طبعا كان عنده زيادة في الوزن، فحطيناه على دواء باش نقص الوزن بتاعه، نقص في حدود 30 كيلو، وهذا اللي خلاه يعني كانديديت او ان الدكتور يقدر يدير العمليه. والا اذا كان استمر على زياده الوزن فمجرد ما يدير العمليه حترجع الى حجمها الطبيعي او شكلها الطبيعي او شكلها العادي يعني. فلازم ينقص الوزن، المريض ينقص وزن، بس لما يرجعها ما فيش في ضغط عالي جدا في البطن باش يرجع يدفع الامعاء للخارج للوضع الاول. فحجم كبير جدا طبعا، هذه من يعني نادر جدا ما تشوف فتق بالحجم هذا بالشكل هذا، ولكن حبيت نوريها للإيضاح. شكرا.